السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا 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 جدا. الحمد لله انا كده في شقتي اهو. الحمد لله انا بقيت احسن من الاول بكتير، لان انا طبعا زي ما انتم شفتوا في الفيديوهات انا نزلت لكم فيديو الاسبوع متأخر قوي، وهقول لكم بقى فيديو تاني ليه. يعني انا هقول لكم فيديو تاني ان شاء الله ليه انا نزلت بالفيديوهات دي متأخرة في فيديو الهدايا ان شاء الله بتاع الولاد. عايزة اشكر طبعا كل الناس اللي كتبت لي في الكومنتات ودعت لي وعيطت معايا وتأثروا معايا، ربنا يخليكم يا رب. وطبعا احساس حلو قوي ان احنا يبقى عندنا عيله حلوه زيكم، وكل فيديوهات الولاده كانت ترند الحمد لله، برده ده بفضل ربنا ثم فضلكم. والحمد لله كنا فرحانين جدا وفخورين جدا ان احنا عندنا عيله زيكم. وصلت فيديو او حدث زي ده مهم بالنسبه لي هيفضل ذكرى ليا، ان هو يبقى ترند في العالم العربي كله. الحمد لله مفيش دوله عربيه ما كناش ترند فيها، من اول كنا ترند تاني وتالت ورابع، الحمد لله كنا فيديوهات الولاده كلها كانت ترند الحمد لله. فطبعا ده بفضل ربنا ثم فضلكم زي ما قلت لكم، عشان انتوا بجد احلى عيله، واحنا فخورين ان احنا عندنا عيله زيكم. مش مهم بقى ايا كان العدد اللي بيتفرج علينا من المشتركين، ايا كان المهم ان احنا عندنا حتى ولو واحد في عيلتنا بيحبنا بجد وعايز يدعمنا، ووصلتونا ان احنا فعلا نبقى ترند في حدث زي ده. وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن، وان شاء الله نبقى عند حسن ظنكم كل مره، وهنحاول نعمل لكم حاجات احسن. وزي ما وعدتكم بقى النهارده هعمل لكم جوله في شقتي، وهعمل لكم جوله في المطبخ ان شاء الله. ان شاء الله لو وصلتوا الجوله في الشقه دي 50,000 لايك هعمل لكم جوله في المطبخ كامل للبنات طبعا اللي داخل على جواز وعايزه تشوف ايه اللي هتستفيد بيه وايه اللي مش هتستفيد، وهنشوف. وطبعا بعد الفيديو ده انا اصلا لابسه كده وانت شايفه كده، كنت ممكن اعمل فيديو من غير مظهر، بس لاني رايحين نعمل فيديو فتح الكراتين زي ما وعدناكم، ان انتوا لو وصلتوا فتح الكراتين البوزو اللي هي بيكسب تويز راس اللي هو بيكسب العاب، هنفتح 10 كراتين معاكم. يعني لو وصلتوا الفيديو 50,000 لايك، هو تقريبا دلوقتي 45 او 46، فمش مشكله، عادي هنفتح لكم 10 كراتين. ولسه فيديو السوشي ما نسيناهوش عشان الناس اللي بتدخل تكتب كومنتات. وطبعا معلش ان انا ماسكه الكاميرا كده، بس نسيت اجيب الستاند من تحت من عند ماما، وكسلت الصراحه انزل تاني عشان انا سايبه العيال هربانه منها. فيلا بينا نبتدي جوله في الشقه، هطلع من اول باب الشقه بره واجيب لكم جوله في الشقه كامله، ويا رب الشقه تعجبكم، وهقول لكم الحاجه اللي انا عايزه اغيرها ايه في الشقه وكده. يعني يلا اول فلوج شقه يا جماعه يبقى من قدام باب الشقه من الاول. بصوا يا جماعه ده كده قدام باب الشقه، انا عاملاه طبعا عاملاه سيراميك كده في عماره بابا بقى فبراحتي، فعملته سيراميك كده اللي هو زي الطوب ده كده، هو يعني مدرج كده. وباب الشقه مصفح طبعا تمام. بصوا باب الشقه وعامله رخامه كده. عايزه اقول لكم طبعا الشقه كانت متطربه خالص، وجبت شركه لهلوبه، سالت ناس كتير اجيب ايه يا جماعه، اجيب مين ينظف لي الشقه حلو، فقال لي على شركه لهلوبه. جبت بقى شركه لهلوبه بصراحه نظفوا الشقه 100 100 بصراحه. هسيب لكم اللينك بتاعهم برده تحت في صندوق الوصف، اللي حابه يعني العروسه او الواحده بتفرش شقتها او اي حاجه، هم عندهم كل حاجه متخصصين في كل حاجه، فانا جبتهم بصراحه يعني انا قلت افيدكم برده. بصوا ده كده كونسورت في اول باب الشقه، دول المرايه كده اهي اهو، انا هنا عامله له حته خشبه كده سنداه عشان لما نقلت طبعا من الشقه بتاعتي الاولى، في حاجات طبعا برده اتلهل يعني بوظت في حاجات اتكسرت، بس مش قوي يعني الحمد لله. برده ده كده باب الشقه اهو كده من ظهره كده احنا دخلنا اهو. معلش بقى يا جماعه لان اول مره اعمل جوله في شقتي فمش عارفه. ده كده احنا دخلنا الكونسول اهو، هندخل بقى كده. ده كده النيش اهو، النيش اللي قبل كده كانت عملت لكم فيديو وهي بترص لي النيش. بصوا كده ده شكل الصاله كامل، النيش برضو لو عايزين جوله في النيش كامل اعملها لكم قولوا لي في الكومنتات وانا اعملها لكم. ده التواليت اللي هو بتاع الضيوف، برضو انا مركبه السخان اللي هو بيغذي الشقه. جايب المرايه دي من هوم سنتر، جايبها برضو كبيره كده، المفروض ان هي كانت تنزل تحت شويه كمان، بس لما اتعلقت فوق، فانا عايزه انزلها. قولوا لي برضو في الكومنتات المفروض ان هي تنزل تحت، يعني تبقى مثلا ايه في مستوى بعد الحنفيه، يعني طول الحنفيه اهو انا عايزاها، كنت عايزاها تبقى هنا كده، تبقى برضو جايبه ايه بالطول، يعني عشان الضيوف اللي تبقى موجوده اللي حابب يعدل لبسه او اي حاجه يبقى ايه براحته. والنقطه كده كده السيراميك ده مونتين كده لونه اللون ده عشان يمشي برضو مع الصاله ويمشي مع باب الشقه تمام. وده كده النيش، ندخل بقى بعدها كده
معلش يا جماعة على التصوير. دول كده 3 ترابيزات بتوع اوضه الليفنج. هوريكم اوضه الليفنج دلوقتي، بس انا مطلعاهم هنا عشان كان لما كنا بننظف وما دخلتهمش تاني، فانا هدخلهم تاني مكانهم. وده طقم شوربه، الشوربه بتاعتها بالاطباق بتاعتها بالستاند ده بيتحط كده على السفره. ودي طبعا المفروض ان هي بتبقى شنطه معالق، دي برده اتكسرت في النقل، الازازه دي عايزه حد يركبها لي بس. دي اللي هي شنطه المعالق، بس انا جايباها على زي شكل كوميدينو كده عشان تتحط جنب النيش، وهي فعلا نحطها كده. بس يعني المعالق بتاعتها حلوه قوي. الزبرة بما انها مكسوره، لا عايزه تتفتح برضو. لو حابين ان انا اقول للبنات العرايس على الحاجات دي قولوا لي. انا اصلا بفكر اعمل لكم قناه تانية للروتينات بقى، وروتيني مع التوأم وروتيني في البيت. بصوا خامه المعلقه كمان تحفه تحفه تحفه. دي بقى انا يا جماعه جايباها بقالي كتير قوي، يعني جايباها قبل ما اتجوز كتير قوي. عايزه اقول لكم خامه المعالق دي مش يعني مش موجوده حاليا. جنب الكومودينو على طول البوفيه اهو. وبعد كده هنا السفره، السفره بتاعتي 8 كراسي. ودي شكل السجاده، جايباها سجاد حرير كله بتاع الشقه. ودي طبعا شايله الكحك اللي هي لازم تبقى عند اي عروسه، جايباها لونها ذهبي لان انا برضو عندي الحاجه بتاعتي كلها كلاسيك، مفيش غير اوضه الليفنج بس اللي عملتها مودرن. دي باسكت الزباله، بصوا برده جايبها كده عشان برده يبقى ماشي مع الموضوع. ودي كده 3 براويز فوق بعد كده حطهم هنا. وده تمام، وده كده شكل الصالون بتاعي اهو. برده هنا علبه المناديل زي ما انتم شايفين كده، هي طقم مع علبه الباسكت، يعني هي طقم كده العلبة المناديل طقم مع الباسكت. طبعا شايله منها المناديل لان انا اصلا كنت قاعده عند ماما قبل ما اولد بكتير، هي عشان ماما معايا في نفس العماره بقى فمستسهله يعني. ودي طفايه برده جايباها كده، كنت جايباها من مول مصر. وده دي البونبونيره. فانا جايبه الحاجه لو لاحظتوا كلها ايه تمشي مع الموضوع مع الكلاسيك عندي. الستاره دي بقى لما نقلت جت صغيره شويه فهغيرها، فبرضه قولوا لي هل اللون بتاعها ده كده حلو اجيبها نفس اللون ولا لا، قولوا لي في الكومنتات كده اهو. فطبعا انا ذوقي مش احسن حاجه يعني. نفتح بقى، سوف نفتح النور. طبعا معلش يا جماعه انا كنت ناشره غسيل امبارح. بصوا هنا حاطه جزامه، هنا طبعا البلكونه اللي عاملاها سيراميك عشان تبقى سهله في التنظيف، لان طبعا البلكونات انتوا عارفين بتتطرب قد ايه بسرعه. دي جزامه حاطه كده ثبت، حاطه فيه البصل والثوم ولما بيبقى فيه بطاطس او اي حاجه. دي السجاده بتاعه البلكونه دي كده اهي، دي ستاره البلكونه عايزه تتقفل بس شويه. ده بتاع التكييف اللي ورا، ده سلم كده بنحتاجه طبعا اي ست في شقتها. دي الصغيره دي غساله اطفال، يعني بتبقى بتغسلي فيها بتبقى حاجات بسيطه اللي هي زي الغساله العاديه بتاعت زمان، انت تغسلي وتحطي الحاجه. ده الخرطوم اللي انت بتملي منه ميه من الحنفيه، وبتغسلي بقى يعني حاجات بسيطه وانت اللي بتطلعيها تشطفيها، يعني تشطفيها من الميه وتعصريها. بس بصراحه حلوه يعني، انا حبيتها ان انا هستخدمها في لبس ولادي، هتبقى صغيره وتبقى حلوه. ده ستاند طبعا بتاعنا يعني. انا مش بنشر يعني بره في الشارع لان انا ساكنه في ال11. تعالى اوريكم، بصوا انا ساكنه في ال11 عايزه اقول لكم يعني. زي ما قلت لكم هسيب لكم شكلها تحت. صراحه انا الشقه كانت متربه جدا اول ما طلعت، قلت لا مش هطلع بولادي كده في الشقه وهي شقه متربه، فقلت لا لازم بقى ايه اجيب حد ينظف لي. فبصراحه سالت كذا حد من صحابي يعني قالوا لي لا شكلها حلوه كده. فبصراحه فعلا الناس محترمه جدا وذوق. هسيب لكم اللينك تحت في اول كومنت على طول. بصوا دي ستاره الطرقه، نفس الستاره اللي هي بقى جوه في الصالون كده، وانا ايه عايزه اغيرها عشان هي جت صغيره بس معايا في النقل. هندخل بقى كده من الطرقه دي، حاطه طبعا السجاده كده اهي. ده بقى هنا المطبخ بقى، لو عايزيني اعمل لكم جوله في المطبخ كامل، الدرف بقى من جوه وكل حاجه قولوا لي. وصلوا الفيديو ده ل50,000 لايك وهعمل لكم جوله في المطبخ كامل، في المطبخ في الدرف كلها كامله. هوريكم كده جوله بس سريعه. اول ما ادخل من الباب كده نحط البوتاجاز، بس طبعا هو بعيد شويه عشان بس يعني هو بعيد عن الدخله، بس مش عارفه باين ليه في الكاميرا كده. وحط الباسكت هنا اهو تمام. ودي غساله الاطباق اللي هي الفريره اللي هي بتاعه الحوض، اللي بتبقى على الحوض كده يعني، ما بتبقاش كبيره تحطي لو انت ما عندكش مكان. انا فانتوا قولوا لي في الكومنتات لو عايزين جوله في المطبخ كامل في كل حاجه قولوا لي، وقولوا لي انا هعملها لكم. ووصلوا الفيديو ده 50,000 لايك، اول ما يوصل 50,000 لايك هنزل لكم فيديو جوله في مطبخي تمام. كده ده هنا كده المطبخ اول ما دخلنا من الطرقه.
هنا بقى كده جنبي على طول اوضه الليفنج، هي الحاجه الوحيده اللي عندي في الشقه اللي هي يعني مودرن. بنخش كده اهو، هنا كده التلفزيون والترابيزه بتاع التلفزيون اللي تحتيه، طبعا حاطه كشاف طوارئ لان انا جبانه جدا واخاف النور يقطع عليا، ودي الشاشه، وهنا كده جنب الشاشه عامله 3 ارفف كده حاطه فيهم ديكور، وطبعا المروحه كده. دي شكل الستاره بتاعت الاوضه، وده النجف اهي، انا الستاره بتاعت اوضه الليفنج مش محتاجه ان تفاصيل كتير نتكلم فيها. هنا ده كل دار المية. بصوا هنا دي علبة المناديل، انا جايباها برضو معاها الباسكت بتاعها. نفس الشكل كده، يعني الباسكت نفس الشكل كده. وطبعا هنا حاجات كريستال عشان خاطر طبعا هنا الاوضة بتاعتي ايه يعني مودرن، مش زي بقى الشقة. حبيت افصل ان انا يبقى عندي حاجة فصلة، يعني ايه مش كل الشقة تبقى كلاسيك كلاسيك ومكتومة. بس ده كده بالنسبة لاوضة الليفنج. تمام، هندخل كده الاوضة اللي بعدها على طول، دي اوضة الاطفال طبعا حتى فيها الثلاجه لان المطبخ صغير شويه هنا. وده شكل الدولاب، انا اوضه الاطفال عايزه اغيرها، ده البانيو بتاع ولادي حاطاه فوق عشان ملوش مكان. دي الثلاجه في اول الباب اهي، دي بونبونيره اطفال برضو حطها فوق عشان ملهاش مكان. دي الثلاجه بتاعتي وايت بوينت. تمام، ده الدولاب اهو كده، ده شكل الدولاب. هنا السبت بتاع الغسيل، هنا المكنسة بتاعتي كنوت. الأوضة 4G يعني بتاع أوضة الليفنج مش طبعا احنا بننضف برضه اكيد اتغير مكانه بس مش مشكلة. ده الباسكت بتاع أوضة الليفنج اللي وريتكم نفس علبة المناديل منه، بيبقى حاجة بيبقى شيك قوي لما تبقي جايبة الباسكت والمناديل نفس الشكل. ده الكرسي اللي هو الهزاز اللي حنان كانت جايباه لولادي كان عليه، انا ان شاء الله اجيب لهم واحد تاني حتى مش هقول لها يعني. بس أوضة الأطفال عندي سيمبل قوي، ده بوف بتاع الليفنج انا حطاه هنا عشان انا قلت مكانه حلو هنا، يعني مش مشكله ان هو لازم يبقى جوه عشان الاوضه ما تبقاش زحمه قوي. بس ودي طبعا دباديب بقى كتير، وعايزه اقول لكم انا شايله فوق الدولاب شنط دباديب كتير. تمام، ده كده، ودي النجفه اهي بتاعت اوضه الاطفال. المنتن نفس اللون اللي بره عشان ما يبقاش ايه يعني شكله متغير. بصوا هنا فوش الحمام على طول كده اول ما نخش، المرايه والحوض عاملاها ليد كده اهي. وهنا بقى الحاجات اللي هي حاجاتي اليوميه اللي انا بستخدمها يوميا، والمعجون والصابونه. ده كده شكل الحوض. هنا حاطه الشاور والحاجه برضو اللي انا الخزين بتاعي الصابون والشاور جل والحاجات دي. وهنا برضو حاطه سشوار وحاطه كذا حاجه بتاع هنا كده، عامله اللي هو الدش اللي هو المدفون ودش تاني خارجي. ده كده شكل البانيو عندي، وانا البانيو عندي كبير برضو اهو. دي فوت كانت بتاعت التنظيف، لسه هحطها في الغساله تتغسل. ده سبت الغسيل اللي انا بنشر منه، ده باسكت بس كده. ده شكل الحمام بيتغير، ده كده كان ابيض كده بقى اورنج كده، بينور الاتنين مع بعض مش باين بقى في الكاميرا. بس كده نمشي بقى كده، هنا الطرقه دي اهي بعد بقى اوضه الاطفال اهي والحمام في الوش. الطرقه بقى طويله كده بندخل فيها على اوضه النوم. النجف اهي بتاعت الطرقه عشان مش عارفه بنسى النجف ليه. كده بنكمل نكمل نكمل ندخل على اوضه النوم. الفيديو طويل قوي معلش يا جماعه. بصوا انا هنا مركبه اللي هي النجفه اللي هي الصيني دي اللي هي بتعمل بقى موسيقى وكده وحركات يعني. كده اول ما بندخل اهو من الباب اهو، ده كده الدولاب اهو. وهنا برده حاطه بوف من الليفنج عشان كان زياده. وهنا دي التسريحه، عملت لكم طبعا جوله في جنب التسريحه تلاجه الاوضه. وهنا مرايه اللي هي بتبقى ليد دي، ودي شنطه الميك اب بتاعتي عشان السفر، ودي شنطه سفر برده فيها حاجات بتاعت محمد لسه ما رصيتهاش يعني مصليه. ودي شنطه الكاميرا. لسه الحاجات دي لسه عايزه تتظبط وعايزه تترسي يعني عشان ايه ما تحسوش ان الاوضه فيها زحمه كتير. ودي ستاره اوضه النوم اهي كده. وهنا المكوه اللي هي الستاند، هعمل لكم ريفيو عنها لو حابين، عشان اصلا دي قبل ما اي حد يجيبها لازم تسمعوا ريفيوات عنها. فانا ان شاء الله هعمل لكم ريفيو عنها عن تجربتي معاها يعني.
وده تكييف برضه، انا كده كده حاطه في كل اوضه تكييف، لان انا عندي عشان زي ما قلت لكم انا قاعده في ال11، فالجو رطوبه عاليه قوي قوي يعني. وده شكل الدولاب، بس كده. وكده اظن جوله في شقتي كملت باي حاجه. انا عارفه ان التصوير طبعا مش حلو قوي، بس بجد اول مره اعمل حاجه زي كده، واحاول برضو ان انا اتفرج على حاجات اي حاجه بتطلبوها مننا، واعمل لكم احسن حاجه ان شاء الله. ويا رب نكون عند حسن ظنكم. كل حاجه قلت لكم هسيب لكم لينكاتها تحت، هسيب لكم لينكها عشان طبعا تستفيدوا اكبر استفاده. مش عارفه اقول كتير ليه، بس عشان تعبت في الجوله. بس كده وصلوا الفيديو ده 50,000 لايك، وهعمل لكم ان شاء الله جوله في مطبخي كامل متكامل، يعني هفتح لكم كل الدرف وكل الادراج وكل حاجه، تشوفوا برده ايه اللي موجود وايه اللي البنات تجيبه وايه اللي ما تجيبوش. فلو حابين اعمل قناه ثانيه هنقدم فيها روتينات وحاجات برده، ولابنا لما تتجوز تقدم برده روتينات وكده، فانتوا شوفوا لو عايزين كده قولوا لي في الكومنتات وانا هعملها لكم ان شاء الله اكيد قريب. بس كده، يلا باي.